مصطبية لوضع هذه البناية على إشارة الهيئة. إذن نواصل البرنامج الزيارات التفقدية للبنية التحتية للمرفق القضائي بهذه الدائرة الاستئنافية بابن ملال. هذا الصباح في قصبة تدلا قمنا بزيارة البناية وتدشين البناية الجديدة لقسم قضاء الأسرة بمختلف مرافقه من قاعة الجلسات ومكاتب للسادة القضاة وأيضا الفضاءات مخصصة للسادة المحامين والعدول والنصاخ. وهذا قسم قضاء الأسرة اللي كيستوفي تقريبا 61% من النشاط ديال المحكمة الابتدائية بقصبة تدلا، بحيث أن انتقال السادة القضاة ومسؤولي ورؤساء موظفي كتابة الضبط البناية الجديدة لقسم قضاء الأسرة غادي يجعل المحكمة الابتدائية تتسع الفضاءات ديالها والمكاتب ديالها باش الكل يشتغل في ظروف مريحة ولائقة. فمن بعد زيارة البناية الجديدة لقسم قضاء الأسرة جينا اليوم المحكمة الابتدائية باش نطلعوا على الأحوال اللي كيشتغلوا فيها السادة القضاة والمسؤولين القضائيين والإداريين، وأيضا باش نتبحثوا معهم على واحد المشروع ديال التهيئة ديال هاد المحكمة الابتدائية. هي محكمة جيدة، ولكن منين غادي نفرغوا منها قسم قضاء الأسرة ستحتاج إلى إعادة النظر في بعض المرافق ديالها مثل المكاتب الأمامية وبعض المكاتب المسؤولين باش توسع أكثر وتكون أكثر وظيفية وأكثر ملائمة للعمل المريح وأيضا لاستقبال المرتفقين والمواطنين. قاعات المداولة، قاعات السكون، مكاتب الواجهة الإعلامية، كلية محاربة العنف. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.